بالنسبة ما يتعلق بالمؤسسة العسكرية اللي هو جيشنا الوطني، هذا شيء يعني احنا جانا في أمس الحاجة له، في ظروف كانت البلاد قريب تريح، والحمد لله رب العالمين. يعني نشكر الله لهالمجهودات اللي قاموا بها الضباط وضباط صف وجنود يعني والقوة المساندة لهم، وصدقني ماشي في الصح، وحيمتنا جيش أقوى جيش في الوطن العربي. والله شنو نقول لك، نحن الجيش هذا من البداية نحن معه، ونتمنوا أن بلادنا هذه التحرر يعني من جميع الأخوان أو من جميع الدواعش. أو الجيش اللي بيتكون من العدم تقريبا في ظروف الحرب العالمية الثانية، وكان هو المحرك لقيام الدولة، وتعاود الكرة توا من جديد، وإن شاء الله الجيش حيقيم بالدولة إن شاء الله بإذن الله. هذه الذكرى 80 للدولة تعدنا، وإن شاء الله بإذن الله تجد مستقبل 100-100 بإذن الله، والواحد يشوف الأفضل بإذن الله يشوف الأفضل. لكن أملنا نحن أملنا في الله وفي الجيش اللي قاعد توا يحارب ويناضل، وإن شاء الله خير. والله إن شاء الله يكون حال أفضل، الأفضل أفضل إن شاء الله يعني جيش. ديما إن شاء الله يكون أفضل، شو نتمنون يعني، جيش قوي وجيش تمام يعني مش مشكلة، وكل سنة وجيش طيب إن شاء الله.